يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج تو كلينك. دكتور محمد سعيد المهنا حياك الله معنا. الله يحييك يا دكتور، ومشكور على الاستضافة، وشكرا للتلفزيون والطاقم الطبي، وشكرا لجعلنا ننشر التوعية الطبية. الله يسلمك إن شاء الله دكتور. دكتور محمد، اليوم نبي نتكلم عن مشكلة صحية في اعتقادي الشخصي أن في الفترة الأخيرة مع وجود التطور وسرعة الحياة زادت هذه المشكلة، وهي المشكلات النفسية بشكل عام، لكن نتكلم عن الاكتئاب بشكل خاص. دكتور، أعتقد أن هذا المرض صار منتشر، وأن الكثير من الناس رغم وجود الوسائل الترفيهية الموجودة في الناس وسهولة الحياة، إلا أن الاكتئاب بدأ يزايد في كل دول العالم، وممكن عندنا هنا بالكويت. كلمني عن الاكتئاب دكتور بشكل خاص. بسم الله. نعم دكتور، الاكتئاب مثل ما تفضلت من أهم الأمراض العصر اللي موجودة. صحيح. هو مرض مزمن يصيب الصحة النفسية والصحة الجسدية، وانتشاره كبير كثير، وتداعياته خطيرة جدا إن لم يتم علاجها. ليش؟ لأنها مو بس تأثر على الشخص، وهي تأثر على الشخص وعلى عائلة الشخص، وعلى المجتمع اللي صحيح. يعيش فيه، على التعليم، على عمله، تؤثر على جوانب كثيرة في الحياة. كل اللي حوالين هذا الشخص يتأثرون. كلهم يتأثرون، ويمكن يتعانون أكثر منه. طبعاً مثل ما تفضلت، المشاكل الحياة ازدادت في هذا الوقت، لكن لكل شخص طريقة للتكيف مع هذه المشكلات، وبعض الناس لا يتكيف بهذه الطريقة، مما يسبب عنده الاكتئاب. صحيح. شلون يقول لك الاكتئاب؟ هو فراغ يكون عنده داخل. فلما يكون عنده فراغ داخله، والأعراض اللي راح نذكرها إن شاء الله راح تعرف أنها مشكلة خطيرة جدا. نعم دكتور، هي أكيد مشكلة خطيرة، لأن الكل عارف أنها هي ممكن لا سمح الله في حالة الازدياد وعدم علاجها ممكن هي تؤدي في الحياة بشكل عام. لكن دكتور، شنو أعراض الاكتئاب؟ شلون الشخص مثلا يعرف أن أنا والله شخص عاني من مشكلة نفسية، لكن هذه المشكلة هي الاكتئاب؟ نعم، عادة احنا نقول إذا الشخص عانى من التالي، أنا بحاول أختصرهم، من أكثر من أسبوعين. نعم. شنو يكون عنده؟ يكون عنده قلة التركيز مو موجود، مشاكل في النوم، المزاج دائماً نازل، الأشياء الاعتيادية اللي كان يسويها ويفرح فيها ما قام يفرح فيها ولا قام يسويها. نعم. سلوكياته تتغير، أداءه في العمل يتغير يعني في النازل دكتور، في كل شيء، تعامله مع عائلته يتغير. لكن نفس ما قلنا، مشاكل النوم والتركيز، قلة الأكل أو زيادة الأكل مني أو مني ناحيتين، والشغلات الاعتيادية اللي كان يفرح فيها ما عاد يفرح فيها، ودائما يقول في وجود فراغ في جسمه وجسده، ويكون عنده إرهاق وتعب مزمن. ممتاز دكتور، هذه أهم الأعراض، لكن نبي نعرف بالضبط الطريقة التشخيصية وشلون احنا نشخص، لأن ممكن هذه الأعراض تكون عامة وممكن تكون وقتية، بس أنت بينت لنا أن هي إذا كانت فوق الأسبوعين. دكتور، راح نتكلم عن الأعراض والتشخيص بشكل أكبر إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع الدكتور محمد سعيد المهنة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، عندنا من بعد الفاصل دكتور محمد. كنا قاعد نتكلم عن مشكلة الاكتئاب، ودكتور بينت لنا شنو هي أعراضها وشلون تصير هذه المشكلة. لكن دكتور، الحين في الوقت الحالي مع وجود مثلاً الكثير من الوسائل الجيدة والأساليب الحياة اللي نوعاً ما تكون هي ممتعة أساساً، دكتور ليش تصير هذه المشكلة وليش زادت في الفترة الحالية؟ رغم أن قبل كانت الحياة متعبة أكثر وفيها مشكلات أكثر، وأساساً وسائل السعادة كانت أقل، لكن الحين رغم كل هذا كان نشوف أن الأرقام في الاكتئاب زاد. نعم دكتور، في عوامل بيئية تلعب دور نفس ما قلت تفضلت. نعم. المشاكل اللي زادت، السرعة اللي في الزمن غير تغيرت، ضغوطات الحياة زادت. نعم. هناك عامل جيني أيضا. نعم. يوجد عامل جيني، فالعامل الجيني ترى مهم جدا في هذا الأمر. نعم. من أهم الأسئلة اللي نسألها للمريض العامل الجيني،
فليش ما كان موجود قبل وليش موجود الحين؟ موجود هو قبل لكن ما كان في ناس تشخصه. صحيح. فاليوم في ناس قاعدة تشخصه، وبالتالي ترى الأرقام هي نفسها موجودة. صحيح. لكنها قاعدة تزيد، ومع تطور الطب مع التشخيص قمنا نشوف هالحالات هذه. صحيح. ولا هي موجودة قبل لكن ما حد كان يدري عنها وما حد كان يشخصها. صحيح. دكتور، حالة حالة كثير من الأمراض إن قبل نقول إحنا الحين زادت، لا يمكن قبل كان الناس فيهم يوصلون إلى مثلا الوفاة في بعض الأحيان في بعض الأمراض وإحنا ما كنا مشخصين هذا المرض. صحيح. دكتور، كنا قاعد نتكلم عن التشخيص، إذا أحد صار فيه هذه الأمور مثلا وراح حق طبيب مختص، شلون تتم عملية تشخيص الاكتئاب عند أي شخص؟ نعم دكتورنا الفاضل، أهم شيء النقطة اللي لازم تنشال من رأس الجميع سالفة الذهاب إلى طبيب النفسي اللي هي استجمة أو شيء الناس ما تحبه وتبتعد. صحيح. عنه. الطبيب النفسي بالدول المتقدمة شيء أساسي أصلا من حياة الإنسان. أكيد. أكيد. وزارة الصحة متمثلة بمعالي الوزير والمسؤولين حطوا الحين عيادات التخصصية الصحة النفسية تقريبا في جميع العيادات مراكز الصحية في الكويت لأهميتها. صحيح. وموجودة فيها خصوصيتها وسريتها وكل شيء. فهذا ما يمنع الحين أي شخص إنه إذا حس بالأعراض المو زينة أو الكير جيفر الشخص اللي معاه حس إنه فيها شيء إنه يوديه للطبيب المختص. نعم. عقب ما يقعد مع الطبيب المختص، الطبيب يقوم بأخذ تاريخ مفصل وإعطائه الوقت اللازم. لازم الاستشارة تكون طويلة. صحيح. عشان يأخذ الأعراض بشكل صحيح. نعم. ومن ثم بعض المرات يعطونهم استبيانات لتعبئة الاستبيانات حتى يكون لدى الدكتور فهم أكثر في هذه الأعراض. تم التشخيص، إذا تم تشخيص المريض هنا عاد يبدأ المرحلة الأهم وهي مرحلة العلاج. نعم. متى تبدأ؟ تبدأ بالمريض نفسه أنه يقبل أنه يكون عنده العلاج. نعم. ليش إحنا نخاف من هذا المرض؟ لأن هذا المرض قد يوصل إلى حالات أذى النفس والانتحار. صحيح دكتور، هذا واضح، وهذه دائما احنا تصنف في اي مرض نفسي خصوصا الاكتئاب نحس ان هذا شيء خطير جدا فيجب معالجته بشكل سريع. نعم احسن دكتور، يعني من الشغلات الاعراض اللي احنا نسالها، هل في انت تضر نفسك؟ هل انت لك رغبه في الحياه؟ يقول لك ليس لي رغبه في الحياه. صحيح. فهذا شيء مهم، هذا وي نيد تو ادريس ات، لازم احنا نحط عنوان ونحط تحت خطين ونركز. صحيح. عليه، وتعتبر حالة طارئة على فكرة إذا قال هالكلمة. لكن إحنا نبدأ العلاج معه. العلاج معه يكون علاج نفسي اجتماعي مثلا، استشارة بين الدكتور وبين المريض، يتم فيها الحديث ويتم فيها شرح المرض، يتم فيها إعطاء الأجوبة، يتم إعطاء الحلول. بعض المرات يكون في سبورت جروب، مجموعة دعم، عدة أشخاص يقومون بالشكوى لبعضهم التعلم من تجارب البعض. أكيد. للبعض، وبالتالي تنجح هذه الأمور. والأهم عندنا العلاجات الدوائية. نعم. التي بشكل أساسي عشان عدم الإطالة، عند الاكتئاب في هرمون اسمه سيروتونين يكون ناقص بالجسم بالمخ، مادة كيميائية بالمخ ناقصة، ومونو أمينيز أوكسيديز يكون مرتفع بالمخ. بشكل عام الأدوية العلاجية تقوم برفع هذا مستوى السيروتونين. نعم. والتقليل من المونوأمينيز أوكسيديز حتى يتم رجوع للحالة الطبيعية، نفس الإنسان اللي عنده نسبة السيروتونين طبيعية. ممتاز دكتور محمد سعيد المهنة، باسمي واسم أسرة برنامج تو كلينك، قدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمة. الله يحفظك يا دكتور، الشكر لك مشكور وما قصرت، ومشكورين للطاقم والتلفزيون، والله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.